بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة. فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل العالم. البداية بعد هذا الفصل إن شاء الله. لم ينتظر حارس الخضر ألكسندر أوكيجا كثيرا ليعود للتألق، حيث اختير في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي على الجولة المقضية التي جرت يوم أمس الأربعاء. أوكيجا وبحسب موقع هوسكورد وكما يظهر أمامكم حصل على التقييم 7.9 كأعلى تقييم بين كل حراس المرمى، مما سمح له بالتواجد في التشكيلة المثالية. وقدم ألكسندر مستوى كبير ضد مونبولي وقاد فريقه للفوز بثنائية من دون رد، وهو الفوز الذي سمح لماتس بالتقدم في الترتيب. لم يهنأ لاعب الخضر فريد الملالي بأول مشاركة كأساسي له منذ فترة طويلة، وخرج مصابا بين شوطي لقاء أونجي الذي جرى سهرة أمس وجمعه بنادي ستراسبورغ. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت أن الملالي عانى من آلام على مستوى الكتف أدت لخروجه، حيث لم يشأ المدرب المغامرة به بعد شعوره ببعض الآلام. اللاعب الجزائري بدوره وعلى حسابه في ستوري انستغرام نشر فيديو له وكتفه مثبت، مما يؤكد أن الإصابة لا تبدو سهلة. غير محظوظ الملالي بالمرة هذا الموسم، نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يعود في أسرع وقت. أخيرا وبعد 11 لقاء من دون فوز، حقق نادي سانتيتيان الفرنسي فوزا هاما في الدوري، جاء على حساب بوردو سهرة أمس وبهدفين لهدف كان فيه الكثير من الفضل للاعب الخضر رياض بودبوس. ليكيب الفرنسية أشادت كثيرا بالدور القيادي الذي قام به رياض، واختارته عطفا على ذلك أحسن لاعب في اللقاء من الجانبين. رياض يكون قد رد ولو بجزء بسيط على كم الانتقادات التي لحقت، وأيضا الظلم الذي لحقه من مدربي كلود بويان الذي أدرك خطأه مؤخرا وأعاده للمجموعة. أدلى لاعب الخضر ونادي فيتاس أرنهايم أسامة درفلو بتصريحات للإعلام الهولندي تكلم فيها عن وضعه بعد أن استعاد عافيته وحسه التهديفي. درفلو تحدث عن صعوبة المنافسة في ناديه، حيث قال أن هناك ضغطا رهيبا على كتفيه، لكن وصف هذا الضغط بالضغط الإيجابي الذي يجب أن يدفعه للتسجيل. أسامة تحدث أيضا عن معدله الممتاز، حيث سجل 5 أهداف في 6 مشاركات أساسية فقط، وهو معدل قال أنه جيد جدا، لكنه لن يدفعه للتوقف، بل على العكس سيقاتل لزيادة حصيلته التهديفية. رغم وجود راغبين في ضم لاعب الخضر فوزي غلام، إلا أن إدارة نابولي تكون قد قررت وبشكل قطعي إبقاء لاعبها الجزائري على الأقل لنهاية الموسم. هذا ما أتى به موقع كالتشو ميركاتو صباح اليوم. وأشارت التقارير اليوم الخميس إلى أن هناك بعض الراغبين في ضم غلام في فترة التحويلات الشتوية المقبلة في صورة وولفرهامبتون الإنجليزي وأيضا فيورنتينا الإيطالي، اللذان يرغبان في شراء عقده بالكامل وليس إعارته وحسب. أفتح هنا قوس لأشير إلى أن وولفرهامبتون اشترى ظهيرين أيسرين في سبتمبر وهما مارسيال وأيتنوري، واهتمامه بغلام يبدو غير صحيح. إدارة نابولي وبحسب الموقع السابق رأت أن إبقاء غلام سيكون في صالح الفريق المقبل على منافسة الدوري والمقبل أيضا على منافسة الدوري الأوروبي بداية من فيفري، وتواجد غلام قد يزيد من حدة المنافسة وسيكون في صالح الفريق. أخبار بقاء غلام بشكل قطعي أشرت إليها، لكن لا يمكن التسليم بها لأن إدارة نابولي ما زالت تسعى لضم ظهير أيسر، وتضع بالميري إيمرسون لاعب تشيلسي كهدف رئيسي، وفي حال قدوم هذا الأخير فإن غلام أو زميله ماريو روبي واحد منهما سيغادر. بعد أسابيع طويلة تألق فيها وأيام متتالية نال فيها الإشادات، انقلب وضع لاعب الخضر ونادي مونبلي أندي ديلور وبات محل انتقاد هذه المرة، حيث اختارته صحيفة ليكيب ضمن أسوأ لاعبي لقاء فريق مونبلي سهرة أمس ضد ماتس.
لكيب وفي تقييمها لمستوى ديلور قالت أنه كان مختفٍ تماماً وعاد تسديدة وحيدة لم يقلق راحة بال حارس ماتس ألكسندر أوكيجا الذي تفوق عليه بالطول والعرض. وانخفض مستوى ديلور قليلاً في لقاء ماتس سهرة أمس ما كلف فريقه الخسارة وضيع فرصة الاقتراب من مراكز المقدمة، لكن الأمر يبقى عادي فمن المستحيل أن يبقى اللاعب على ذات المستوى طيلة الموسم. قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة ليون فرنسي تراقب الشاب الجزائري رومان فافر وتسعى للتعاقد معه في الفترة المقبلة. وقدم فافر مستويات رهيبة جدا منذ بداية الموسم مع ناديه الحالي بريست، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف مع تقديم 4 تمريرات حاسمة أغلبها من كرات ثابتة. فافر منفذ ممتاز للكرات الثابتة. إدارة ليون تكون قد راقبت اللاعب في لقاء يوم أمس ضد بريست الذي جرى في جروباما ستاديوم، حيث دخل الشاب الجزائري بديلا وكان صاحب هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء. لمن لا يعرف فافر فهو لاعب موناكو السابق يبلغ من العمر 22 سنة فقط، وانتقل لبريست بداية الموسم الحالي وهو مراقب من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، وبنسبة كبيرة هو اللاعب الذي قصده الناخب الوطني حين قال أنه يراقب لاعبين من المنتخبات الفرنسية. يقال أن غويري أيضا مقصود لكنني أستبعده. فافر يلعب كوسط ميدان على الجهة اليسرى دفاعي وهجومي في آن واحد، وفي خطة بلماضي التي يلعب بها حاليا مع المنتخب مركزه هو تقريبا نفس مركز الناصر وليس بالرحمة أو بليلي أو محرز لأن هؤلاء أجنحة. ورغم أن الكل يتكلم عن قدومه في شهر مارس إلا أنه وبحسب الأخبار التي لدي فإن فافر لن يكون ضمه سهلا، ببساطة لأن والدته ليست جزائرية ووالده أيضا. ما يربطه بالجزائر هي جدته فقط من ناحية أمه والتي لا تملك الجنسية الجزائرية أيضا رغم أصولها الجزائرية، ما يعني أن الفاف مطالبة بوضع ملف خاص لإكسابه الجنسية بنص القانون الجزائري، هذا قبل أن نتحدث أصلا عن الجنسية الرياضية. أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن تشكيلته الإفريقية المثالية عفوا للعام الجاري 2020. التشكيلة وكما هو ملاحظ ضمت لاعب وحيد من الجزائر وهو رياض محرز، إضافة إلى نجوم القارة السمراء الكبار زيير صلاح ماني كوليبالي وغيرهم. برأيي هناك إجحاف في حق لاعبين وربما 3، فماندي أعتبره أحسن من أجرود المغربي لكن يمكن التغاضي عن الأمر. بن سبعيني أيضا أحسن بكثير من التونسي معلول، لكن الأخير توج بدور أبطال القارة ويمكن التغاضي عن الأمر. لكن أن ينزع اسم بالنص من التشكيلة لصالح لاعب شبه بديل في البي اس جي مثل إدريس أغاناغي فهذا أمر فيه كثير من الغرابة. إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد وأخبار جديدة بحول الله. أود أن أشير مرة أخرى إلى أن كل مصادر الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ما عليكم سوى النزول إلى صندوق الوصف والذهاب إلى المصادر من أجل التعمق أكثر. سلام.